حنا كنتواجدوا بمقر مبادره ندير يد في اليد في النسخه ديالها الثانيه هنا بحي القدس. ومن هذا المنبر اولا كنشكر صاحب هذا المحل اللي طوعوا علينا الله يجزيه بخير في هذا رمضان. بالنسبه للمبادره حنا بدينا في الاسبوع الاول من رمضان والحمد لله لحد الساعه الامور الحمد لله غاديه مزيان. تقريبا وصلنا واحد تقريبا 800 قفة وكان عندنا الهدف ديالنا هو نوصلوا ل 1000 قفة. هذا برنامج سطرناه مع الاخوان داخل اللجنه. المبادرة هي جات اسباب النزول ديالها هو انه في ظل الغلاء الفاحش اللي كاين دابا اللي كتعاني منه الاسر المغربيه ارتأينا مع مجموعه الاصدقاء منهم السي نور الدين حميمو والسي عبد السلام والسي عمر نويب وسي امين وسي هشام مشكورين على اساس ندير واحد المبادره اننا نحاولوا على الاقل نخفوا من التكاليف ديال المعيشه ديال الحالات المعوزه. وبالفعل سطرنا هذا البرنامج هذا وكان عندنا واحد المجموعه ديال الحالات الاجتماعيه وتفرقنا وعطينا المهام. يعني كاين المهام اللي عنده علاقه بمثلا الكراج اللي كيستقبل مثلا هذه الحموله هذه من الطماطم كما كتشوفوا الفلفله والبصله والبطاطا والليمون كندخلوها ملي كندير العمليه ديال الجرد شحال دخل. من بعد كندير العمليه ديال ملء القفاف يعني كيتكلفوا فيها تقريبا المجموعه كامله كنجمعوا كنديروا هذه العمليه هذه مجموعين. من بعد كتجي المرحله الاخيره وهي مرحله التوزيع للحالات الاجتماعيه. هذه المره هذه حاولنا نستهدفوا يعني تقريبا يعني جميع الاحياء في مدينه اكادير وكنهضر على سفوح الجبال اي التووك اي المدن اي غرود الردور كنمشيو حي الوفاق حي الفرح حي الوفاء دوار جاف الله امصيرنات العزيب الباطوار يعني الخيام الكويره يعني حاولنا نغطيو جميع يعني هذه الاحياء هذو باش على الاقل يعني باش الناس يستافدوا اكبر عدد ممكن من الحد الاجتماعي. والهدف في المبادره ماشي هو يعني احنا ما غاديش ندوز المبادره طيله السنه هو المبادره هو جاد بمناسبه شهر رمضان الابرك وكنعرفوا بان شهر رمضان الابرك كتكون عندنا التضامن المجتمعي كيكون الخير كيكون الاحسان يعني الناس كتعرفوا بيناتهم الحمد لله. فهمتي هذا يعني هذا اسباب نزول المبادره كنحاول ما في الامكان في هذا الشهر الفضيل اننا نغطيو الحاجيات ديال هاد الناس هادو. كنقول لك احنا عندنا امبيلون عندنا واحد اللائحه ديال الحالات الاجتماعيه. وايضا كنحاول نحيي عاليا المجموعه اللي خدمت على هاد المبادره هذه لانه تبارك الله اليوم راه يعني تيرات تقريبا واحد بدينا الاسبوع الاول دابا احنا تقريبا في اليوم 24 في رمضان تيرات هاد الايام منذ الصباح تقريبا واحد 10 الصباح حتى 9 الصباح كنخدموا تقريبا حتى 4 العشيه كنهضروا على العمليه ديال الحموله القضيه التوزيع يعني عمل جبار كيديروه المجموعه فتحيه لهم من هاد المنبر. وفي اليوم الاخير ديال المبادره ارتأينا ان نديروا واحد الاستثناء هو اننا غنوزعوا الخضر مع 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 الدجاج يعني كتكون القفه فيها المحتويات ديال العادي اللي كنديروها كل نهار البصله مطيشه والفله والليمون وكانت فيها الخيار وبطاطا كندير مع واحد الدجاجه وكندير مع واحد كما شاف كما واحد تقريبا واحد الكيس ديال الارز واحد الكيس ديال العدس. هذا كنديروه في النهايه ديال هذه المبادره كتتويج المبادره اصلا حتى فكره المبادره ديال المطلق احنا بناء ان شاء الله حتى حنا براسنا خصنا نطور شويه الاخوان دابا كما قلت لك دابا راه زاد القضيه ديال تقريبا راه عندنا تقريبا عندنا واحد 80 تقريبا 80 حتى 90 دجاجه الى نفرقوا نهار الاحد ان شاء الله كما قلت لك مصحاب الخضر. وبالتالي هذه احنا هذه النسخه الاولى ما كناش درنا القضيه هذه ولكن النسخه هذه اجتهدنا شويه فهمتي وسميتو درنا هذه الاضافه هذه النسخه الجايه ان شاء الله النسخه الثالثه ان شاء الله كون على يقين بان ان شاء الله غنزيدوا حاجه اخرى. دابا بالنسبه للخضره هذه يعني تقريبا معظم هذه الخضره هذه يعني كما قلت لك في الاول هو انه تبرعوا بها مجموعه الفلاحين مشكورين من هذا المنبر باستثناء كان السي عمر نويب مشكورا انه كان دار واحد المجهود انه جاب البصله لان ديك الساعه كانت البصله غاليه يعني تكلفنا اننا شرينا البصله. وكل ما يتعلق باللوجيستيك مثلا ديال التدبير اليومي ديال هذه العمليه ديال المبادره كنا كنتكلفوا بها حنا كنتي السي عمر نويب مشكورا كيتكلف بها باش تدوز الامور بسلام. البصله اللي هي اللي جبنا كنجيبوا تقريبا واحد تقريبا كل اسبوع كنجيبوا واحد 250 كيلو ديال البصله كل اسبوع باش دينا لمده شهر. الحمد لله البصله طاحت هذه الايامات يعني الا مؤخرا قتلنا واحد 250 كيلو يعني طاحت دابا بواحد 4 دراهم وهذا الحمد لله هذا ساعدنا اننا نجيبوها كانت واحد الوقيته غاليه كانت وصلت 7 8 دراهم دابا ولات طاحت 4 دراهم ومؤخرا جبنا واحد الكميه
ديال 250 كيلو من سوق الجمله بزكان، ومن هذا ايضا الناس ديال سوق الجمله اللي كنا عرفونا بان راه كانت المبادره تما تعاونوا معنا الله يجزيهم بخير، عطاو واحد الكميه اضافيه. اذا هذه المساله هذه التضامن المجتمعي الحمد لله كنتي راه مساله كنظن انها تفلج الصدر. البطاطا كان عندنا في الاول، لان في الاول عندك تقريبا الاسبوع الاول مبادره والاسبوع الثاني كان عندنا بطاطا، يعني جبنا واحد تقريبا واحد الكميه وكيمشي بكميه كثيره، ولكن يعني حبسنا لان البطاطا الفلاحين ما بقاش كيزودوها بها لانها ما بقاتش، يعني ما بقاتش، وبالتالي اكتفينا اننا نديرو في القفه المحتويات الاخرى كما قلت لك اللي فيها البطيشه وفيها البصله وفيها الليمون والفلفله وكان فيها الخيار وفيها البربه ايضا. هادو من المحتويات اللي كاينه في القفه ديال رمضان. القيمة المالية ديال القفة يعني تقريبا، يعني إذا كنهضروا بالتفصيل، هو أنه تقريبا كتلقى فيه واحد جوج كيلو البصلة، كتلقى فيه واحد 5 كيلو ديال المطيشة، وكتلقى فيه واحد جوج كيلو الفلفلة، ثلاثة كيلو الفلفلة تقريبا، ثلاثة ونص كيلو الفلفلة كاينة، عندك قيمة واحد جوج كيلو الخيار، عندك واحد كان عندك واحد هادو عبارة بحال دي ساشي ديال الباربا، لأن هما دي ساشي كيجيو ساشيات تقريبا كنديروا واحد تقريبا واحد تقريبا واحد واحد جوج كيلو الليمون تقريبا بين كيلو حتى جوج كيلو الليمون. اش بقى باقي عندك سيدي؟ كنا في البطاطا كنديروا تقريبا واحد جوج كيلو، يعني هذه هي القيمه ديال القيمه الماء، يعني القيمه الماليه ديال القفه. لاحظت على القضيه ديك الساعه البصله ملي كان في الرقه ديك الساعه وصلت تقريبا 8 9 درهم، كتقول 8 9 درهم كتجي جوج كيلو البصله وصلت 20 درهم. الفلفله راه كان في الرقه، راه كاينه الفلفله هنا كدير 18 درهم فهمتي، كندير فيها واحد 3 كيلو ديال الفلفله، جوج كيلو 3 كيلو ديال الفلفله، وزيد قيس على ذلك كنديروا الخيار وكنديروا الليمون واحد جوج الليمون، وبالتالي القفه كما قلت لك خصها تقريبا 80 تقريبا 90 درهم. ومساله اخرى هو اننا حنا كاين شي حالات، مثلا كنمشيو الحالات اللي عندنا مرضى قصور الكلوي الله يشافيهم، يعني عندنا واحد مجموعه ديال الحالات الاجتماعيه كنستهدفوا هاد الناس هادو درنا واحد المبادره، هو انه حنا ملي كنكمل الاسبوع كنحاولوا الاسبوع الاخر عاوتاني نشوفوا اننا نعطيهم قفه اخرى فهمتي، باش نحاولوا مثلا كملات باش قال على قفه 10 ايام كنحاولوا اننا نعطيهم قفه اخرى باش على الاقل الشهر الفاضل ما يبقاش مشكل ديال الخضره. وكنعاود نذكر في ظل الغلاء، يعني ديال الغلاء يعني ديال الاسعار ديال الخضره، يعني اللي كانت يعني راه وصلت واحد المستويات يعني غير مسبوقه، لحد لدرجه ان الانسان ما بقاش كيمشي للسوق ما بقاش كيدير ديك القفه، راه ولا الناس كلها كيجي مساكن غير ديك جوج بصلات واحد المطيشه شي حاجه قليله باش غيدوزو ذاك النهار. احنا عندنا مبادره طيله السنه، يعني كان دابا خرجنا مبادره كن على يقين بان مباشره ان شاء الله غادي نستحوا شويه وغندخلوا مبادره اخرى، يعني العمل الجمعوي حنا كنديروه طول السنه. حنا عندنا واحد السنه كنديروها كل سنه، هو ان كنفرقوا الاضاحي تقريبا منذ سنوات، يعني واحد تقريبا 8 سنين هذه دائما كل سنه كنديروا هذه البادره ديال توزيع الاضاحي لفائده سميتو العائلات المعوزه ولفائده الناس اللي عندهم الامراض المزمنه، وكنستهدفوا هذه الشريحه بالضبط، لانه راه الله يحسن العوار راه الناس هذو راه الا ما تعاونتي معهم راه ما كنعطيهم شي حاجه. كنظن انه العيد الكبير ان شاء الله غادي نديروا المبادره، ومن بعد ان شاء الله يعني الاخوان غادي نسطروا حتى مجموعه البرامج اللي عندها علاقه بالعمل الاجتماعي والعمل الانساني. ما بغيتش ننسى باش نشكر واحد الفلاح السوسي، لانه بدون هذا الفلاح هذا ما يمكنش يدير هذه المبادره هذه، لانه قدم يد العون قدم المساعده، هو اللي جاب لنا هذا الخير هذا كامل، وكنشكره وكنحيي بزاف تحيه عاليه على هذا المجهود اللي دار. وكنظن ان هذه القضيه هذه راه ما يمكنش يديرها اي واحد. الفلاح السوسي هو معروف بالعطاء ديالو بالسخاء ديالو، وفي ظل في شهر رمضان الابرك كنظن انه يعني كان ندعيو معاه نقول له ودي الله يجزيك بخير والله يتقبل الاجر ديالك. كنشكر جميع المتداخلين وجميع اللي ساهم، والمحسنين والفلاحين والمنتجين الصغار اللي ساهموا في انجاح هذه المبادره هذه، وايضا كنشكر ايضا التعاون ديال السلطات المحليه في انجاح هذه المبادره وتخرج الوجه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.